احتفل الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري جيرجس بشبرا الخيمة. يأتي ذلك وسط إجراءات أمنية في الشوارع والميادين المختلفة وتعزيز الخدمات والتمركزات، وخاصة الشوارع المؤدية إلى الكنائس. نتمنى السلام أن يعم كل ربوع بلادنا الحبيبة والوطن العربي كله بأجمعه، مصر أولا ثم كل أشقائنا في كل مكان في البلاد العربية ولا سيما في غزة فلسطين. إحنا عجينة واحدة، إحنا زي الخبزة الواحدة اللي بجمعت من أماكن كتيرة حبات القمح بتاعتها، اتخبزنا واتطحنا وشفنا أفراح كتيرة مع بعض، تعبنا مع بعض، وصلنا لمكانة كويسة في العالم كله مع بعض. إحنا بقالنا قرون مع بعض، إحنا واحد، ما تقدرش تفرق ده من ده خالص. إحنا بناكل مع بعض، بنشرب مع بعض، بنتعلم مع بعض، بنتألم مع بعض، بنفرح مع بعض في أفراحنا مع بعض، في كل مناحي حياتنا مع بعض، احنا مسلمين ومسيحيين اخوات. كل سنه وانتم طيبين، ويحفظ مصر ورئيس مصر، ودايما الناس عايشه في سلام وحب مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات او نقول ايه الاحداث اللي حوالينا. ما تخوفناش، لان الله حفظ مصر في كل الاديان وفي كل الشرائع، وجعل مصر بلد امينه جدا بولادها بابنائها، لان فيها ناس بتحب بعض، فيها قيم مبادئ كويسه، فيها الاثار الحلوه، فيها كل شيء جميل. عشان كده احنا فرحانين بالعيد، لانه بيوحد المصريين ويجعلهم كلهم دايما شعب واحد بيحب بعضه على السلام والحب وكل شيء جميل. يا رب احب اقول كل سنه وانتم طيبين، كل المصريين وهم طيبين كلنا بخير وكلنا بصحه وسلامه. وبنشكر برضو الرئيس ان هو بيعيد علينا قبل اي حد، يعني دي لفتة حلوة جدا منه، واحنا بنشكره وبنقول له كل سنة وانت طيب وشكرا جدا. بتمنى طبعا من ربنا ان هو يبعت سلام لكل البلد. احنا بنصلي اكيد، واحنا نازلين ماشي نحتفل في الكنيسه، بس احنا بنصلي لهم ان هم يعيشوا في سلام، وان كل الاجواء اللي فيها خطر وفيها حروب والحاجات دي كلها تهدى شويه. اتمنى ان الخير والسلام يعني يعم على العالم كله اجمع، ومصر تفضل قويه وثابته زي ما هي على طول، زي ما تعودين يعني ان مصر ثابته طول الاجيال اللي فاتت يعني.